قد لا يكون من المناسب أن نستكمل حديثنا عن النفس والروح بينما الحرب تشعل نارها أو بالأحرى شرارها في اليمن، لتكتمل دائرة العنف في منطقة الشام سوريا والعراق وأيضا في منطقة اليمن. فالطلعات الجوية والحشد العسكري الذي حدث في الساعات الماضية هو مجرد بداية لحرب أتوقع أن تكون قوية، ولا بد لنا من الوقوف عند هذا الأمر وإرجاع حديثنا الفلسفي والإنساني إلى أن تهدأ الأوضاع قليلا. هذه الحرب كما هو معلن ضد الحوثيين، والحوثيون جماعة من الشيعة عرفوا بالشيعة الزيود، وعرفوا باعتدالهم، وعرفوا بأنهم يتبعون في أصول الدين والعقائد مذهب المعتزلة، أو هم بالأحرى قريبون من مذهب المعتزلة، وهو مذهب عقلاني الاتجاه مما قرب بينهم وبين السنة. ولذلك كان السنة والشيعة الزيود في اليمن على مستوى الحياة اليومية لا خلافات كثيرة لهم ولا مشاحنات، فهم يصلون معا وليس فيما بينهم هذه السخائم التي نجدها مثلا بين السنة والشيعة في العراق أو في سوريا. لكن السياسة تلعب دائما بالورقة العقائدية. الحوثيون انفجروا وفجروا وحصروا العاصمة وطردوا الرئيس المنتخب وذهبوا أو زحفوا إلى أطراف البلاد وإلى الموالي وإلى العاصمة الثانية، فكان لابد من الحرب التي تثقل القلب. لماذا؟ لأن دول الخليج وهي حكومات سنية تخشى على عرضها وعلى حالها السياسي من التمدد الإيراني، والآن تبدأ المأساة، وأتمنى ألا تنتهي المأساة بالمأساة. في الساعات القليلة القادمة قد تسفر إيران عن وجه عسكري، وقد ترجئ الأمر مثل ما فعلت في البحرين عندما تدخلت القوات المسمى درع الجزيرة لقمع التظاهرات الشيعية هناك. لكن الأمر الآن يختلف، ظروفها وتكوينها الجغرافي يختلف تماما عن البحرين، وأرى أن إيران مصممة على إحكام نفوذها هناك، بل وفي أماكن أخرى أيضا، وقد رأيناها في الأيام الماضية تحارب سافرة في العراق. فإن سيطرت على اليمن وعلى العراق ضاعت العروس الخليجية، ولذلك فالحرب الحالية هي حرب بقاء لدول الخليج وحرب توسع لإيران. أرجو أن تتعقل هذه وتلك من الكيانات السياسية، لأنه في نهاية الأمر لن يدفع الثمن إلا الفقراء، إلا جموع الناس، إلا الأبرياء من أولئك وهؤلاء. وبالتالي بدأت الدائرة تدور، ولا أحد يعلم إلا الله متى ستنتهي. وكل ما بيدنا الآن هو أن ندعو مخلصين ألا يتفاقم الأمر وتتدخل قوى إقليمية خصوصا مصر في هذا النزاع العسكري الذي لا يعلم إلا الله أين سينتهي بنا وبالمنطقة وبالأجيال القادمة. وإلى لقاء الأسبوع القادم على الحال يكون قد صار أفضل قليلا. فإلى لقاء.